هنا القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. صباحك معتر مفتح مزهر. كلمتين وبس. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، لو اول مره اشوف قناتي يا ريت تنورين وتشتركي فيها. ويلا بينا نبدا يومنا بالصلاه على الحبيب المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده روتين الخميس بيبقى يوم متعب حبتين، بس قد ايه بنرتاح بعدها وبناخد اجازه تاني يوم الجمعه، نقعد بقى ونصحى تاني يوم كده اجازه، نلاقي البيت رايق والبيت نضيف ويبقى اليوم بتاعنا كده اجازه من كل حاجه ومن شغل البيت. ابتديت اليوم كده زي ما انتم شايفين، حطيت الحافظه بتاعه غرفه الاطفال في تاخد دوره في الغساله، لان هي كانت متسخه وكنت ركناها، وقلت بقى ايه اخد بقى الفرش اللي انا بشيله ده واحده واحده كده، كل حاجه اخدها دوره يعني وكده. فكنت عامله دوره حافظات كده في الغساله، بس ما بحطهمش كلهم مع بعض في نفس الدوره، تمام؟ فطلعتهم بقى وكده، ودخلت البلكونه نشرت الغسيل وكنست البلكونه وروقتها، وابتديت بقى ان انا انشر الحافظات كده. بس طبعا قبل ما انشرهم كنت مسحت السور بتاعي عشان خاطر لو في ترابه خفيفه او حاجه انشرهم على نظافه يعني وكده. فحطيت الحافظه اللي هي بتاعه الطرقه وكمان بتاعه غرفه الاطفال وبتاعه المطبخ، تمام؟ نشرتهم هما الثلاثه جنب بعض كده، وهنشر ونشرت كمان الغسيل بتاعي، وظبطت البلكونه بتاعتي الصبح كده تاخد بقى ايه تتشمس حبه حلوين كده الصبح. بس بدخل بعد كده الستاره لجوه عشان لما الشمس تطلع تطولهم، لاني كان لسه الصبح وكده، تمام؟ ونشرت كمان الغسيل. بعد كده دخلت بقى دلوقتي عايزه اخد معايا النهارده الريسبشن، بس الجزئيه اللي عند السفره ودخلت باب الشقه. انتوا عارفين ان انا يوم الخميس اساسي عندي بيكون ان انا اغير الملايات وامسح الـ الشقه وامسح الحمام. يبقى صبح عليا بقى الجمعه اليوم بتاعي بقى يبقى خفيف. لو انا عامله اكله ومجهزاها اليوم الجمعه بسويها، لو مش عامله اكله بعمل اكله مش اللي هي بقف فيها كتير في المطبخ. حابين بقى نخرج، حابين نشتري حاجات، حابين نقعد بس نريح كده جسمنا في البيت كده من غير اي حاجه. طول الاسبوع بيبقى في ارهاق من المدرسه والصحيان بدري. اليوم دوت الواحد بينام كده وعارف ان هو براحته ينام وياخد كفايته من النوم. بس عايزه اقول لكم والله تعود على الصحيان بدري، بقينا برضو يوم الاجازه بنصحى بدري، تمام؟ فهعمل معاكم انتم السفره، وانا انتم زي ما انتم عارفين انا بعمل معاكم حاجه وبكمل انا لوحدي عشان خاطر انا ما اطولش عليكم الفيديو. فدخلت بقى النهارده طلعت المفارش كده، عايزه بقى ايه اخد الجزامه بالسفره بتاعت السفره كده بالديب فريزر، بحوالين الديب فريزر، ولمع كمان المكتبه معايا، يعني ايه هظبط الدنيا دي كلها. قلت بما اني انا مطلعه مفرش ذهبي للسفره، خلاص انا هطلع كمان واحد ذهبي للجزامه، وهطلع كمان واحد ذهبي للديب فريزر، بحيث ان هما يكونوا كلهم ايه باللون الذهبي وكده، تمام؟ حابه ابعت اهداء كده لطفلين صغننين كده لليلى وريان، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم كده وتشوفوهم احسن الناس. طيب، وكمان حابه ارد على اللي بتسالني عن المتابعه، اللي بتسالني عن تجهيزات رمضان. انا شايفه بصراحه ان هو لسه بدري، وكمان ان الحاجه اسعارها اليومين دولت مش مساعد خالص على التفريزات ولا التخزين ولا الكلام ده كله. احنا هنعمل تفريزات ان شاء الله في الشتاء، بس لما اسعار الخضار تبدا تنزل واسعار الفاكهه تبتهدى شويه كده، لاني حرفيا دلوقتي الاسعار كلها عالية جدا، خضار فاكهة اي حاجة بتشتريها من بره اسعارها غالية قوي، فصعب ان احنا نخزن في الغلا ده، او يبقى حتى حرام، يبقى احنا ما عملناش حاجة. لا، احنا عايزين نخزن كده لما الحاجة تكون فعلا مهودة نقدر نجيب كيلو اتنين من كل حاجة كده ونخزن. والخضار بتاع الشتا بيبقى حلو جدا، بيبقى فيه انواع كتيرة قوي من الخضار، بيبقى برضو سعره حلو، فنعرف بقى نخزن. نخزن كرنب، نخزن بسلة، نخزن جوافة، الحاجات اللي هي الحلوة دي
انما دلوقتي الكرنب اقل كرنبايه دلوقتي في السوق ب 40 جنيه و35، واسعار عاليه، فحرام ان احنا نخزن في الغلا ده. انما بالنسبه للمشتريات الحاجات اللي احنا بنعينها في الخزين وكده، شايفه برضو ان هو لسه بدري، يعني احنا دلوقتي يعتبر لسه في فتره دراسه، يعني في اول الدراسه، فاللي هو لسه مضغوطين شويه من الدراسه ومن المدارس وكده. فانا لا، ما انا بحب امشي بالعقل شويه، مش اللي هو اي حاجه اجيبها وخلاص، ولا اي فكره فيديو اعمله وخلاص، ولا الكلام ده. بحب امشي بعقلي شويه زي ما انا عامله في بيتي بعرضه معاكم، مش اللي هو اعمل حاجه مخصوص عشان خاطر فيديو ولا الكلام ده كله، لا. فزي ما قلت لكم، لو بالنسبه للمشتريات اللي احنا نبتدي نشتري رمضان لسه برضو شويه، وبالنسبه للتفريزات برضو لسه انا مش هبتدي فيها دلوقتي الا لما الشتاء بقى يدخل والحاجه تهدى كده شويه. ونفس الكلام برضو نبتدي نشتري كده ونخزن كل شهر مثلا كيسين مكرونه، كيسين مثلا ربع لوبيا، ربع فاصوليا، توابل، اي حاجه كده، اللي هو نبتدي نلقط كده شويه حاجات عشان على رمضان يكون عندنا خزين حلوة وكده، تمام. طيب بصوا بقى انا عملت ايه. انا لمعت السفرة من فوق ومن تحت كده، ولمعت لها الخشب بتاعها، ولميت الحافظة اللي تحت السفرة كنست الاول، وبعد كده ابتديت اللي انا بالموب ولمعها، ولمعت كمان المكتبة بتاعتي، ولمعت الجزيمة، ولمعت الارضية كلها، تمام. خلصت بقى الدنيا كلها بره كده زي ما انتم شايفين، ولعت بقى شغلت المعطر بتاعي، وشغلت القرآن الكريم، ودخلت بقى دلوقتي على المطبخ. ادخل على المطبخ عشان خاطر انا هعمل لهم النهارده محشي، هحشي حلتين، حله لليوم الخميس، وحله عينها اليوم الجمعه، اسويها على يعني هصحى يوم الجمعه يبقى عندي يعتبر اللحمه مسلوقه، ويدوبك بس على تسويه حله المحشي وخلاص، يعني يعتبر يبقى عندي اكلي بكره، بس اكلي صبح، مش اللي هم هاكلهم الاكل بايت، لان انا بصراحه المحشي هنا ما بقوش ياكلوه بايت، فبقيت احب ان انا اعملهم حلل صغننه كده واسويها كده صبح اول باول، وحلاوه المحشي ان هو يتاكل صبح. كنت جايبه اللحمه ديت موزه وكده، وما خدتش وقت في السوا خالص خالص، وجبت الكرنبايه ديت على 35 جنيه، وقعدت اقول له ب 30 ما رضاش، فجبت الكرنبايه ب 35، وجبت لها كمان الخضره، وجبت اللحمه، واتسوقت بقى الايه الطماطم والحاجه بتاعه المحشي. فهبتدي بقى دلوقتي اللي انا علق على حله كده على النار عشان خاطر اسلق الكرنبايه بتاعتي الصغنونه دي. عايز اقول لكم الكرنبايه دي يدوبك عامله لي حله صغيره كده، يا ربنا، يعني احنا كنا زمان نجيب الكرنبايه كده كبيره ورخيصه كده، وبتعمل لنا كده حلتين محترمين كده ناكل ونشبع بيهم، لا ده يدوبك بتعمل حله على قد وجبه الغداء. هبتدي بقى افكك الورق بتاعها، بس عايزه اقول لكم وانا بفكك الورق بتاعها حسيت كده ورقها اللي هو مش هيتحمل، يعني مش متحمل، حاسه ان هو ممكن يتكسر. انا من نوع على فكره ان الكرنب بالذات لما بجيبه مش بحب ان انا اجيبه واعمله في نفس اليوم اللي انا اشتريته فيه، لا انا بحب اجيبه قبلها بيوم واسيبه كده على الرخامه، وتاني يوم ابتدي اشتغل فيه، بحس ان انا يعني بحس ان ورقتها بتطرى كده شويه، بعملها في اول يوم كده بحس كده ان هي مش عارفه بتتكسر معايا. المهم ان انا قلت ان انا لما لقيت ورقتها ما بتستحملش كده، بقيت اسقطها في الميه، ميه بملح بكمون، واطلعها على طول يعني وكده، تمام. طبعا التسبيكه بتاعت المحشي لسه هتاخد وقت على النار عشان خاطر هي انا ضربها في الخلاط مش في الكبه، لما بضربها في الكبه ما بتاخدش وقت خالص وبتسبك على طول، انما الخلاط بيبقى فيه بحط له ميه وكده، ف بياخد وقت اول ما بتسبك. فدبلت البصل خليته بس يدبل، معاها قرن فلفل حامي كده، وضربت الطماطم في الخلاط، ونزلت بقى ايه بعصير الطماطم وكده، وسايباها تتسبك، وبسلق هنا الناحيه الثانيه الورق، وبعد كده بقى نجهز الخلطه بتاعه المحشي، ونقطع الورق بقى بتاعنا، ونبتدي بقى ايه نحشي كده. حابه ان انا اخلص كل الكلام دوت قبل ما ملك ترجع من المدرسة عشان خاطر ترجع تلاقيني عاملة الغدا وتتغدى، وتنزل بعد كده على دروسها وكده. طيب انتوا سألتوني بتعملي ايه مع ملك في المسائي، انا دلوقتي اللي انا بعمله مع بنتي في المسائي ان انا بقسم لها المذاكرة على جزئين، اللي هو ايه اللي هو جزء بنعمله الصبح قبل ما هي تروح على مدرستها، اللي هو نزل مكة على مدرستها ونرجع نفطر انا وهي، ونقعد نذاكر حبة كده الصبح في هدوء، وبعد كده لما هي بترجع من مدرستها وتطلع على تتغدى وبعد كده تروح دروسها،
ببتدي ان هي لما بترجع بتستريح شوية ونذاكر جزء من المذاكرة، بس مش المذاكرة كلها، لان هي بترجع حرفيا مش شايفة قدامها، مش قادرة، طالعة من مدرسة على دروس ومش شايفة حرفيا ولا مركزة، ففقدت نسبة كبيرة من تركيزها. فعشان كده بقسم لها المذاكرة جزء بالليل و جزء الصبح وكده، تمام. وبالنسبة اللي ايه كمان، بالنسبة لدروسها، بقت في ايام بتاخد الدروس الصبح بدري قبل ما تروح المدرسة، وفي ايام بتاخد الدروس بعد ما بترجع من المدرسة، فانا مش كل الايام عندي زي بعضها، تمام. طيب دلوقتي انا خلاص اهوت بسلق بالكرنب، انا مش يعني بصوا انا حطيتها زي ما انتم شايفين كده، فككتها كده وحطيتها، واخر حته فيها حطيتها على بعضها كده في الميه، وبقيت افكك منها واطلع ورقه ورقه كده زي ما انتم شايفين، ما بصوا مش مخليها تقعد في الميه خالص، وبطلع على طول. والناحيه الثانيه اهوت بشوح بقى اللحمه مع كوبيبه صيني وحبهان ورق لوري، طماطم وبصل ومرقة الدجاج، وبنزل عليها بمية سخنة سنة بسيطة خالص من السكر وبس كده، عشان يسرع التسوية بتاعتها، تمام. جيت هنا بقى طلعت، كان عندي حبة ورق عنب سلقتهم هما كمان، وقطعت الكرنباية بتاعتي، وغسلت الخضرة هي كمان وقطعتها، ويدي التسبيكة بتاعت المحشي هي بقلبها كلها في بعضها كده. انا مش بحب اللي انا انزل بالخضرة على التسبيكة وهي سخنة، عشان خاطر بتتبل ومبتبقاش حلوة، انا بحب الخضرة كده تبقى باينة وراحتها وطعمها يبقوا باينين كده في الخلطة بتاعت المحشي. حابة اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. حابه اشكر اللي قالت لي حطي كيس ملح في الرز، عشان خاطر اللي انتي تحافظي على الخزين يعني بتاعه، فهعمل كده ان شاء الله. وشكرا، عايزه اقول لكم ان انا بستفاد منكم زي ما انتم بتستفادوا مني، انتم برضو بتكتبوا لي حاجات يعني بعرفها كتير منكم، فربنا يجعله في ميزان حسناتكم. نزلت بقى بالخضره زي ما انتم شايفين، اظبط لها بقى التوابل بتاعتها، بصوا المحشي بيحب التوابل، ملح بقى وفلفل وكمون، وحطي بقى جزء كده من السبع بهارات، او لو عندك توابل محشي وظبطيه، ولو عندك بقى سنه من النعناع حطي كمان، وقلب قلب كل الكلام ده، واقعد بقى ايه احشي بقى براحتي بقى وكده، تمام. هعمل حله زي ما انتم شايفين، حله هناكلها النهارده وحله ناكلها ايه اليوم الاجازه بامر الله. حابه بقى ان انا اتكلم معاكم في حاجه، بالنسبه بقى للناس اللي بتخش تكتب كومنتات بقى سلبيه ويعلقوا تعليقات سلبيه، يعني انا مش فاهمه بصراحه، يعني هي هتستفاد ايه لما تكتب اي حاجه كده وحشه؟ يعني هتستفادي ايه؟ يعني اللي انت بس كل اللي انت هتطلعي بيه، اللي انت هتاخدي سيئات يعني ما حد حال اصلا انت ما تعرفوش، يعني انت هتاخدي سيئات كده ما حد ما تعاملتيش معاه، ما حد ما جاش جنبك او ما ضايقكيش. طب ليه يعني؟ انا عن نفسي انا لو جايبه فيديو بتفرج عليه ما عجبنيش الفيديو، ما فيها اي حاجه مش عجباني في اي بتاع، بطلع منه بسيطه، يعني انا عن نفسي كده. بس ان انا اخش بقى واكتب حاجة اضايق اللي قدامي او كده، طب ليه؟ انا هستفاد ايه؟ يعني انا بصراحة بستغرب تفكير اي حد بيكتب اي حاجة مش حلوة. في ناس سبحان الله بتبقى ذوق قوي كده، ولما بتحب توصل لك حاجة كده بتنتقدك فيها بتوصلها بطريقة حلوة، دول بصوا كلامهم والله العظيم حتى لو الكلام فيه ايه، بس كلامهم كده بيبقى مقبول ليا. انما لما بتخشي مثلا تيجي تقولي لي يعني باسلوب مش كويس او حاجه، انا كده هتقبل كلامك؟ انا مش هتقبل كلامك. طب ما تكتبي يعني انتقدي بس بطريقه كويسه، انتقدي بطريقه ان انا اتقبل الكلام دوت، تمام. وما تقوليش كلمه تضايق اللي قدامك، يعني ليه تاخدي سيئه على حد انت مش في حياتك، حد ما بيأذيكيش؟ مش عاجبك الفيديو هطلع منه، مش هكمل الفيديو، مش هتابع القناه، بس ليه انا بقى اخد بقى سيئات او اعمل ذنوب او ادخل اكتب كلامي ده؟ وسبحانك يا ربي ان دايما الحد اللي بيكتب تعليق سلبي، ما بدوس كده على الاكونت بتاعه بلاقيها على طول نفس تعليقاتها السلبية هي على طول بتعلقها، يعني الحد اللي بيكتب كلام وحش على طول بيكتب كلام وحش، على طول شايفك وحشة، والحد اللي بيكتب سبحان الله كلام حلو على طول برضو بيكتب كلام حلو، فالكلام بتاعك بيدل على شخصية كل واحد. يعني مثلا، طب يعني انا مثلا علقتي تعليق سلبي على طول، على طول كله بيبقى سلبي ليه؟ يعني ده بيدل على شخصيتك اول حاجه. يعني انا والله العظيم انا مش على التعليقات نفسها، بس انا بستغرب على الشخصيات اللي بيخشوا ويعملوا كده. يعني انتقدي، بس انتقدي باسلوب كويس، بلاش كلام يضايق، بلاش.
بصوا بقى انا عملت ايه، انا عملت المحشي هو زي ما انتوا شايفين، عملت حلة محشي الكرنب، وعملت الحلة التانية ورق عنب كده وفلفل اخضر، وسويت اللحمه سلقتها، وهحط بقى اللحمه المسلوقه على وش الكرنب. اللهم بارك. بصوا محشي الكرنب كان طالع عسل عسل كده، ما عملتش بقى لسان عصفور، لا هي بس شوربه اللحمه وجبنا مخلل كده، وحطينا اللحمه على وش المحشي، والحله التانية حطيتها بقى في التلاجه نسويها بكره بامر الله. فاكله كده حلوه كده. بصوا بقى الاكله دي من روايح الشتاء، يعني حاجه كده من اللي هو نعملها في الشتاء بقى ونقعد نتدفى كده، بتبقى حلوه جدا. اللي هو احب انا قوي الاكلات اللي هي المحشي، العدس، الحاجات اللي هي بتاعه القرنبيط، الحاجات بتاعه الشتاء ديت بتبقى حلوه قوي كده. تمام، عملتها اهوت، وحطيت بقى اللحمه على وشها، اللحمه برده طلعت حلوه قوي. وهصب بقى الشوربه، احط بس رشه ملح كده ورشه فلفل اسمر. فخلصت بقى الغدا بتاعي كده، هقعد بقى نقعد بقى دلوقتي نتغدى، وبعد الغدا بقى هدخل الاطباق ديت الغساله عشان خاطر عايزه افضي الدنيا حواليا كده واعمل شويه حاجات في المطبخ. انا طبعا مخلصه الشقه كلها بره، فعايزه افضى بقى للمطبخ كده واعمل فيه شويه حاجات النهارده. انا عامله الشقه كلها، كان ناقص لي بس المطبخ والحمام، والحمام دايما بخليه اخر حاجه، بمسح الحمام كده واطلع بقى فوط نظيفه، ونستقبل بقى يوم الجمعة كده واحنا مرتاحين. بقى يوم الجمعة بقى احب ان انا بقى ايه اعمل لهم سهرة حلوة كده، بقى نجيب بقى لب وزاني، نعمل مشروب حلو دافي كده، انا اعمل لهم حلويات كده في البيت، وممكن نشتري من برا اي حاجة حلوة كده ناكلها. فاليوم بتاعنا ويوم الاجازة بتاعنا زيك زي ولادك، وعرفيهم قول لهم انا روقت ونضفت وعملت، اللي هيبهدل حاجة هو اللي هيعملها. انا عايزة اقعد يوم الجمعة كده ارتاح زي زيكم، مش انتوا واخدين اجازة من المدرسة واخدين اجازه من الدروس، انا كمان عايزه اريح جسمي كده واخد اجازه زي زيكم. عرفيهم كده، وعرفيهم ان اللي هيبهدل حاجه هو اللي هيعملها، اللي هيرجع من مدرسته يرجع حاجته مكانها، اللي هيقلع هدومه برضو ويشيلها كده. بس انا بقى يوم الاجازه بحب ان انا اخد بقى هدوم المدرسه كلها كده واغسلها واديها دوره مع بعضها، بجانب ان انا ادي بقى شاور للبنات كده حلوه كده دافي، ويناموا بقى كده عشان خاطر مش هيصحوا الصبح في وش الهوا وكده وكده. تمام، بصوا بقى انا عملت ايه، انا لما جيت اركب الشفاط شلت الستاره اللي انا كنت معلقاها في المطبخ وغسلتها، فجيت بقى النهارده احط بقى ستاره نظيفه كده، فطلعت الستاره الكروهات ديت، بس لمعت الشباك بتاع المطبخ الاول وحطيت الستاره الكروهات ديت، ما حطيتش بقى نفس الستاره اللي انا كنت عاملاها اللي انا كنت حطاها، لا غيرت بقى حطيت الكروهات ديت. وبعد كده هاخد بقى الرخامه المحها هي كمان بالمره. انا خلاص دخلت المواعين كلها الغساله كده ولميت الدنيا كلها، ناقص لي بس ان انا المع الرخامات والمع البوتاجاز والارضيه، وخلاص كده يبقى المطبخ بتاعي كله بقى كل حاجة فيه الله ينور يعني. تمام، قدرت بقى يوم الخميس بالليل كده اللي انا اعمل لهم حاجة حلوة كده تمام، واعمل لهم سهرة حلوة تمام. ما قدرتش بنخليها ليوم الجمعة ونعملها بقى يوم الجمعة يوم الاجازة. رجعت بقى كل حاجة مكانها زي ما انتوا شايفين كده، رجعت بقى المنظم بتاع ايكيا، وحطيت بقى عليه الراديو بالزرعة والصينية وراه، وحطيت الصفاية، طبعا فضيت كل الحاجة اللي انا كنت غسلها فيها فضيتها بقى كده ورجعتها مكانها. تمام، اخر حاجة بقى هعملها ان انا لمع الحوض بتاعي كده بالخلاط بالدنيا كلها كده، وبعد كده انشفه بقى كويس، ويبقى ناقص لي بس البوتاجاز والارضيه، ويبقى خلاص كده يبقى انا الدنيا كلها بقت تمام عندي. نقعد بقى ايه نغير، ناخد بقى شاور كده دافي كده ونغير هدومنا ونجيب بقى ايه حاجه دافيه كده. وبصوا عايزه اقول لكم بعد ما بخلص كل الكلام ده بحس بقى مش قادره اقول لكم، بقعد بقى مبقاش عايزه اقوم تاني بقى خلاص. انا عملت كل حاجه، بفصل بقى بعد كده اجيب بقى اي حاجه بقى كده اتفرج عليها، وبعد كده بقى خلاص يعني الوقت بقى بتاعي والاجازه بتاعتي بدات بقى، نريح جسمنا بقى يوم الجمعه، ما نضغطش بقى على نفسنا كده عشان خاطر نستقبل اسبوع جديد واحنا مرتاحين او واحنا فايقين، مش جايين على نفسنا قوي زي ما الاولاد كده بيتعبوا في دروسهم وفي مدارسهم، احنا كمان بنتعب طول الاسبوع في الترويق والتنظيف والبيت والمذاكره وكل حاجه. تمام، خلاص انا كده لمعت بقى الحوض ولمعت كل حاجه، هبتدي بقى دلوقتي ان انا انشف بقى بالفوطه كل الميه اللي حوالين
الحوض بتاعي كده، بس بحب ان انا اغسل الحاجه اللي حوالين الحوض، يعني مش الحوض بس، لا اغسل الحاجه اللي حوالين الحاجه كلها. ادام طبخه وعامله كده لازم في اخر اليوم تلاقوني بعمل الموضوع دوت، ما بياخدش معايا وقت خالص، بس ببقى مرتاحه نفسيا بعدها. تمام، هخلص بقى كده واحط بقى، ارجع بقى الحاجه مكانها، وبالموب كده لمع برضو السيراميك بتاع الارضيه، ويبقى خلاص كده كل حاجه بقت تمام. مشغله القران الكريم، الشقه حلوه ونظيفه، ومغيرين الملايات، وكل حاجه في بيتنا نظيفه. نقدر بقى دلوقتي ان احنا نقول جمعه مباركه كده، وان نستقبل الاجازه كده، واحنا فعلا بيتنا متهيئ لكل حاجه، نقدر ان احنا نريح بقى براحتنا بكره، ويبقى فعلا يوم اجازه. وبس كده، ده كان روتين الخميس بتاعي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. باي باي.